ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Welcome to E-Alam Institute. I'm teacher Nasreen. This is your plan. Assalamu alaikum, Sarah. How are you? In this month, inshallah, we will memorize Surah Al-Infitar and revise Surah Al-Mutaffifin. And we will revise from Surah Al-Qadr to Surah Al-Nas. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Okay. Thank you, Sarah. Assalamu alaikum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.